عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم علي الجودة من قناة فيش اش دي، واليوم عندنا رحلة غوص شتوية في هير بلكامة. طبعا الحماس على هالطلعة يكون مبارك. صباح الأمور. صباح الخير. صباح النور. طبعا راح يكون اليوم من محمد الكعبي، عبد الله الكعبي ورفيجي بعد من؟ النعيمي. ما أعرف شو متعرف عليهم إن شاء الله هناك. حاليا احنا في فرضة أمواج الساعة 7 الصبح. راح نحرك ان شاء الله من هنا لهناك، يمكن نبي لنا تقريبا ساعة او ثلث على حدود على ما نوصل المكان. نقول بسم الله الرحمن الرحيم، توكلنا على الله. من هذه عدتنا ومعنا تذكرونا في شرم الشيخ قوطي البسة. طبعا هذه كمان يا جماعة ما في قاطور ولا شيء. طبعا هناك طرادنا مع شركة سكوبا ماستر. There is extinguisher. You need it. There is a life raft in the front. Two life rafts in case you need to use them. Ask the boat captain. There is a life jacket in the front panel. In case you need to use the radio, it's channel 74 for Coast Guard and channel 16 for Bahrain Port. المكان او الغصه طبعا مبارك. وين راح تكون غصتنا الاولى؟ ان شاء الله. على شنو؟ على البوم كوتيه. اول مره لك؟ اول مره. انا بعد اول مره بس وليت عليه وصلت هنا من قبل. ان شاء الله. ان شاء الله. امين يا رب. نلبس؟
بالعالمين خلصنا الغطسة الأولى على مركب الكوتية. طبعا مبارك عطنا ملخص عن الغطسة دي. أي الحمد لله ما شاء الله شفنا جد مشوه شعري بعد شعري ما شاء الله شفت شنينه بعد شنينه وحصلت مشاهد وحصلنا مشاهد مال السمك وحصلنا بوارة. طبعا العمق 18 متر الحمد لله بالعالمين 18 متر كان البحر وحين تقريبا نص ساعة على ما نوصل بالثومة. اي ان شاء الله Thank you.
صورة جماعية ها.